بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. هذه اللي وريتكم الكلاس نتاعها بدلنا لها واش السلندر يعني مستعمل، كلاس مستعمل بدلنا له كلاس تو نشوفوه، وتو باش نخدموه ونجربوه ونشوفوا شنو احواله بعد ما صبينا له الماء وصبينا له الزيت، بدلنا له الزيت والفلتر، وتو باش نخدموه ونشوفوا. قبل ما نخدموا نخلوا الجعب هذوما مخوفين باش يخرج المازوت ونعملوا ضربه دمار خدم عليه. اضرب مامبولين يخرج المازوت، خدم يعني خدم لين يخرج المازوت. باهي هون بدا يخرج، خدم اضرب. يس 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 اللي تخرج المازوت نتاعها نسكره، تسكر هذه الاول انت. خرج الكل. هاي توكل على هاي هاي خدم توي جو هنشوفوه هكاكا باش خدم. اهي عاود شوفوها هنا بشوي شوي، خلوها وحدها راحتها هكاكا لين تاخذ لك هي تو تمشي سلندر اثنين ثلاثة أربعة هكاكا واحدة لان يتنحى الهواء. شفتوا الهواء؟ لان ما معبي بالهواء، وقت ينحى الهواء يركح واحد. سكت وعاود خدم علي، سك عاود خدم. خلوه هكاك لين يتنحى منه الهواء. هون الهواء بدا يتنحى، هون الهواء بدا يتنحى، ينحى الهواء منه تو يركح. شوفوا الموتور بدا يركح شويه، يركح هنا وانا نمشي كالسلندر، فما شويه دخان طبعا مش يخرج من الاول. سلاري علي ما شاء الله صافي يعني لاباس. تو بدات تسخن الكهرباء، نشوفوا الديريتات نتاعنا ماهمش مكبوسين لاباس، لان العمليه ان شاء الله لاباس ما بعاش فيها هواء كذلك. وهي تخدم السياره يعني نحلوا هذا بشوي بشوي في حراره معينه، لازم نقص فيه ضغط بس عليه، أو الحرارة تقريبا درجة 85 يعني مثمرش ضغط. هي مشكلة ال 1.5 دي سي ضم 1.5 دي سي، ولا يمكن المروحة تخدم السيارة واقفة، ولا يمكن. هذه مشكلتهم هي تونا الميزة اللي فيهم، ولا يمكن تستناها حتى يوم كامل ما تخدمش المروحة. ولهذا ما نضيعوش وقتنا في الفرق، ما دام شفنا في التابلو وصلت الحرارة حتى للحرارة المطلوبة اللي هي 90 مش تسخن، خاطر هي واقفة مش تسخن، ولا يمكن مش تستخدم المروحة. ولهذا الواحد يسكر الخزانة روحه ويزيد فقدها بعد ساعة هكاك يشوفها، لكن هي ما غير ما يخليها تخدم قبل ما يمشي مثلا العمل ولا حاجة، وثاني يوم يزيد فقدها فقط.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أن هذا محرك 1.5 دي سي تاع سينيك الآن، يعني الديمارير من تالي مش من قدام. هذا عنده مشكلة أنه هو تكونسومي ماء، تاكل ماء برشا، وتخدم ثلاثة يعني ثلاثة استيوانات وولت فيها صعوبة في التخدم. فيه صعوبة زادة في التخدم، لأن يعني البيستون وقت يتعبى بالماء تولي فما صعوبة في دوران المحرك إلا ما يفرغ الماء اللي عنده. طبعا المحرك يعني هذا نظيف، نوريكم الكلاس اللي هو كان راكب عليه. شوفوا الكلاس متاعها، من هنا نشوف فيه لابس عليه، من هنا لابس عليه، من هنا لابس عليه، في هذه شوفوا حتى الأثر الماء موجود في البيستون. شفتوا كان كتات هذوك، لكن كنت هذوك هما يتسببهم الماء مع المازوت مع الحرقان، ما يتفهموش. شفتوا المشكلة منين؟ المشكلة هاي هنا والمشكلة هنا. هاو شوفوا هنا واضح ان فما كنت هذوك الماء وقت يتخلط مع الضغط ومع المازوت ومع الكومبريسيون يعمل كن كنت هذوك، يعني إشارة اللي هو فما مشكلة في هنا في البيستون هذايا. شفتوا هنا وين وصل السوس، يعني اللي هو هذا البريتير، ومن هنا من هنا. يعني شوف هذه تو هذا كلاس ما عادش تقدر ترجع، ما عادش فيه هذايا، لأن حتى باش ترجيه يعني باش تلحمه وتعاود تمسحه ما ينجحش معاك، يعني قليل، يعني مش يعني عملية متاع مخاطرة فقط لا أكثر ولا أقل. يعني ممكن تمشي ممكن ما تمشيش العملية، خاطر فما عندنا هنا إبيسير لازم يتحكم فينا هو، يعني العلو ما بين البيستون في مكان البيستون، العلو ما بين البيستون وما بين الكلاس لازم يكون فما الشامبر هذه نتاع نتاع الضغط. انا شوف الاثر نتاع الماء، لان شفتوا السديد هذا، السديد هذا اثر نتاع الماء، هذا شفتوا هذا كلهم كحل، هذا كلهم كحل، وهذا فيهم شويه اثر السديد لان نتاع الماء، هذا اثر السديد نتاع الماء. لكن الموتور مش خايب، يعني باهي الموتور ما فيش شي حرف باهي، عشان باش نعرفوا الموتور اذا كان ظفرك يحصل، اذا كان ظفرك يحصل هنا راه الموتور مش باهي. هذا ما نحاولش نظفوه كي كان، هذا ما نظفوش يخلوه كما هو. هذا نجموا نركبوا عليه كلاس مستعمل يكون نظيف، مش ما نمسولش سيبابات، لازم يكون كلاس بسيباباته كامل حاضر يركب طول، لان كان وصلنا عملنا روداج سيباب ولا حاجه ناثروا على قوه المحرك ونجم ياكل زيت. اما كي نحصلوا كي نلقوا سيباب يعني كامل ونضيف ركبوه طول ينجم يمشي معه، ما يخوفش الحركة، ما كان متخوفش، يعني 80% ينجح. طبعا مش نبدلو، طبعا مش نبدلو جوان كلاس، لابد هذاك مش نبدلو جوان كلاس، لابد مش نبدلو هذي، ما فيش كلام. ونرجعوا كل شيء نتاعنا جوان كلاس. سالوني الاولاد اش نعملوا له سيليكون، نردوا بالكم السيليكون ما يمشيش مع جوان كلاس، ندهنوا بالزيت ونركبوا او نخلوا شيء كيما هو. ان شاء الله تنفعكم هذه الكلمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.